بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع درس جديد من دروس الصرف والتحويل تحت عنوان اسم التفضيل. سنتعرف خلال هذا الدرس على كيفية صياغة اسم التفضيل من الفعل الثلاثي وكذلك من الفعل غير الثلاثي، وكما سنتعرف على أوزانه في المذكر والمؤنث، وسنتطرق أيضا إلى شروط صياغته من الفعل الثلاثي. تابعوا الشريط إلى نهايته بعد هذا الفاصل. مفاتيح المعرفة، قناة تربوية تعليمية تثقيفية وإرشادية، فلا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد وتستمر القناة في التواصل معكم، وشكرا. سنبدأ بتذكير للمشتقات. المشتقات هي اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الزمان، اسم المكان، اسم الآلة، المصدر، ثم اسم التفضيل. فما هو اسم التفضيل؟ وكيف يصاغ؟ وما هي أوزانه؟ وما هي شروط صياغته من الفعل الثلاثي؟ ما هو اسم التفضيل؟ اسم التفضيل هو اسم يذكر للدلالة على أن اثنين اشتركا في صفة واحدة وزاد أحدهما عن الآخر. مثال: الغاز الطبيعي أنظف من الوقود الأحفوري. فالغاز الطبيعي نظيف، وكذلك الوقود الأحفوري نظيف. إذن فالغاز الطبيعي والوقود الأحفوري قد اشتركا معا في صفة النظافة، لكن الغاز الطبيعي زاد في هذه الصفة عن الوقود الأحفوري، فنعبر عن ذلك بقولنا الغاز الطبيعي أنظف من الوقود الأحفوري. إذن فكلمة أنظف هي اسم التفضيل. وقد جاء صيغة على وزن أفعل من الفعل نظف. ما هي أوزان اسم التفضيل من الفعل الثلاثي؟ لنتأمل هذا الجدول. الفعل الثلاثي اسم التفضيل وزنه مؤنثه وزن مؤنثه. الأفعال هي كبر، فضل، قرب، صغر. إذن اسم التفضيل لفعل كبر هو أكبر على وزن أفعل، مؤنثه كبرى على وزن فعل. فضل اسم التفضيل هو أفضل على وزن أفعل، مؤنثه فضلى وزنه فعل. قرب اسم التفضيل أقرب على وزن أفعل، مؤنثه قربى على وزن فعل. صغر اسم التفضيل أصغر على وزن أفعل، مؤنثه صغرى على وزن فعل. إذن نلاحظ أن اسم التفضيل من الفعل الثلاثي يصاغ على وزن أفعل ومؤنثه غالبا فعل. لنقرأ هذه الجمل ثم بعد ذلك نملأ بها هذا الجدول. الزرافة أطول الحيوانات عنقا، الرسول أحسن الناس خلقا، الذهب أغلى المعادن، مراكش أجمل المدن. إذن نستخرج من هذه الجمل المفضل اسم التفضيل ثم المفضل عليه.
إذن الزرافة هي مفضل اسم التفضيل، أطول مفضل عليه الحيوانات. الرسول هو المفضل اسم التفضيل، هو أحسن مفضل عليه الناس. الذهب هو المفضل اسم التفضيل، أغلى المفضل عليه المعادن. مراكش المفضل اسم التفضيل، أجمل مفضل عليه المدن. استنتج. يصاغ اسم التفضيل من الفعل الثلاثي على وزن أفعل، ويصاغ مؤنثه في الغالب على وزن فعل. شروط صياغة اسم التفضيل من الفعل ثلاثي: أولا، أن يكون متصرفا، بمعنى لا يصاغ من الأفعال مثل بئس وليس وعسى. ثانيا، أن يكون تاما، فلا يصاغ من كان وصار، بمعنى النواسخ الفعلية. ثالثا، أن يكون مثبتا، بمعنى غير مسبوق بإحدى أدوات النفي. رابعا، أن يكون مبنيا للمعلوم، بمعنى غير مبني للمجهول. خامسا، أن يكون قابلا للتفاوت أو للتفاضل، بمعنى غير دال على لون مثل أحمر، أصفر، أخضر، أسود، أو عيب مثل أعرج، أعمى. مثال: السيارة أسرع من الباخرة. أسرع هي اسم التفضيل، صيغة من الفعل سرع، والفعل سرع هو فعل متصرف تام مثبت مبني للمعلوم، وكذلك قابل للتفاضل. إذن فقد ثبتت فيه جميع الشروط لصياغة اسم التفضيل منه. مثال آخر: فاطمة كبرى أخواتها. إذن ففاطمة هي المفضل، كبرى هي اسم التفضيل، أخواتها هي المفضل عليه، وكبرى صيغة من فعل كبرى، وهو فعل متصرف تام مثبت مبني للمعلوم، وكذلك قابل للتفاضل أو قابل للتفاوت. وإذا كان الفعل غير مستوف للشروط السابقة أو غير ثلاثي، كيف يصاغ اسم التفضيل منه؟ إذا كان الفعل غير مستوف للشروط السابقة، أتي بمصدر الفعل منصوبا على التمييز بعد أكثر أو أشد أو ما يشبههما، وكذلك يفعل بالفعل غير الثلاثي. إليكم هذه الأمثلة: الفعل خضرة، لنصغ منه اسم التفضيل ونكتبها في هذه الجملة: هذا الزرع من غيره. إذن هل نقول هذا الزرع أخضر من غيره؟ لا، خطأ، لأن أخضر هنا تدل على اللون، والفعل خضر غير قابل للتفاوت. إذن الجواب الصحيح هو: هذا الزرع أشد خضرة من غيره. فخضرة هي مصدر لفعل خضر، ثم أضفنا لها كلمة أشد. مثال آخر: الفعل اتسع، هو فعل غير ثلاثي، لنصغ منه اسم التفضيل ونكتبها في فراغ هذه الجملة: الكتبية من بعض المساجد. إذن نصوغ مصدر فعل اتسع
بعد كلمة أكثر أو أشد، ويأتي المصدر هنا منصوبا على التمييز. إذن الكتبية أكثر اتساعا من بعض المساجد. اتساعا مصدر منصوب على التمييز، صيغة من فعل اتسع. أكثر اسم على وزن أفعل. أطبق وأوظف. أولا أكمل الجدول بما ينقصه. الفعل اسم التفضيل، وزنه مؤنثه وزن مؤنثه: كبر، هضم، صغر، حسن، فضل. كبر أكبر على وزن أفعل، مؤنثه كبرى على وزن فعل. عظم أعظم، أفعل عظمى، فعل. صغر أصغر، أفعل صغرى، فعل. حسن أحسن، أفعل حسنى، فعل. فضل أفضل، أفعل فضلى، فعل. ثانيا أتمم ملء الجدول التالي. الفعل كرم، جمل، نافس. اسم التفضيل أحكم، أكثر إكراما، أقل تحملا. إذن كرم فعل ثلاثي، يصاغ اسم التفضيل من الفعل الثلاثي على وزن أفعله، فنقول أكرم. أحكم هو اسم تفضيل لفعل ثلاثي الذي هو حكم. جمل فعل ثلاثي، اسم التفضيل هو أجمل على وزن أفعل. أما أكثر إكراما فهنا الفعل سيكون غير ثلاثي. لماذا؟ لأن إكراما مصدر لفعل غير ثلاثي الذي هو أكرم. نافس فعل غير ثلاثي، إذا نصوغ منه المصدر منصوبا على التمييز بعد اسم على وزن أفعل، فنقول أشد منافسة، أو أكثر منافسة، أو أقل منافسة. أقل تحملا الفعل هو تحمل. ثالثا أتمم الفراغ باسم تفضيل مناسب. السيارة من الباخرة، هذا الشارع من ذاك، العلم كنز يمتلكه الإنسان، تجولت في الحقل إنتاجه. السيارة أسرع من الباخرة، هذا الشارع أنظف من ذاك، العلم أغلى كنز يمتلكه الإنسان، تجولت في الحقل الأكثر إنتاجا. وهكذا نكون قد أنهينا درسنا اليوم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.